يسعد مساء بالخير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. خطيب الحرية بعدن يدعو لتسريع عملية استرداد الأموال المنهوبة. غزة تشكو ظلم الحصار المزدوج وتواصل صمودها في وجه قوات الاحتلال. اهلا بكم ومرحبا اهلا بكم ومرحبا من جديد الى نشرة الاخبار. احيا شباب الثورة بساحة الحرية بكريتر عدن اليوم جمعة باقون لتحقيق اهداف ثورتنا. ودعا خطيب الحرية الشباب او الشاب شرف العنقادي رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق ووزير الدفاع بالتحقيق العاجل في حادثة شهداء الجيش في حضرموت خاصة وبكل الاحداث التي سبقت بجميع المحافظات ومحاكمة المتورطين في ذلك واعلان نتائج التحقيقات للرأي العام. كما اشاد خطيب الحرية بالخطوات التي وصفها بالمسؤولة والجريئة لوزير الداخلية الجديد مطالبا بالمزيد من القرارات التي تعاقب المقصرين اينما كانوا حفاظا على الامن والسلام. واكد خطيب حرية عدن ان استمرار او ان استرداد اموال الشعب المنهوبة من قبل المخلوع واجب شرعي ووطني ومطلب شعبي، ويتحمل رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن اي تقصير حيال ذلك. نناشد كل من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير الدفاع بالتحقيق العاجل في حادثة الشهداء لشهداء الجيش في كل الأحداث وخاصة الحدث الأخير الذي في حضرموت، ومحاكمة كل المتورطين في ذلك، كما نشيد أيضا بالخطوات التي قام بها وزير الداخلية. فكل ما يحدث هو لأن الأموال التي لا زالت بيد المخلوع يلعب بها كيفما يشاء هي من أموالنا، فاسترداد أموال الشعب المنهوبة من قبل المخلوع واجب شرعي ووطني ومطلب شعبي، ويتحمل كل من الأخ رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة عن أي تقصير حيال ذلك، خاصة بعد أن أبدت كثير من الدول تعاونها معنا على إعادة الأموال المهربة إليها والمحفوظة لديها. شهدت مدينة الشرق بمحافظة ذمار الخميس مسيرة حشيدة دعما لمخرجات الحوار الوطني، وأكد المتظاهرون على أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانتقال باليمن إلى مرحلة جديدة عنوانها البناء والتنمية وعدم التساهل مع العابثين بأمن واستقرار الوطن. وعبرت حشود الثورة في مدينة الشرق عن العمل من أجل المشروع الوطني الكبير المتمثل في اليمن الجديد، مجددين رفضهم لكل المشاريع الشخصية والمناطقية والطائفية وضرورة التصدي لها بالمزيد من التلاحم الوطني والالتفاف حول ثورة الشعب السلمية. نفذ عدد من المعلمين وموظفي مكتب التربية والتعليم بمحافظة البيضاء وقفة تضامنية أمام الإدارة العامة تضامنا مع المعلم سمير السامعي الذي تعرض للضرب والتعذيب بصورة وحشية من قبل مدير عام مديرية مسورة ومرافقيه. واستنكر المحتجون ما تعرض له المعلم السامعي مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما تعرض له المعلم السامعي وتقديم المعتدين عليه للعدالة وحماية العاملين في الحقل التربوي.
إلى ذلك نفت قيادة السلطة المحلية في المديرية تعذيب المعلم السامعي وأكدت إحالة القضية للنيابة للتحقيق فيها. نشد أهالي عزلة الشرف التابعة لمديرية المخادر بمحافظة إب مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ووزير التربية والتعليم التدخل لإنقاذ العملية التعليمية في مدرسة مجمع الحمزة، وقال المحتجون إن المجمع يعاني من حالة تسيب غير مسبوقة من قبل المعلمين مما أثر على مستوى الطلاب سلبا. وشكى المحتجون من عدم وجود مدرس للغة الإنجليزية للصفوف الإعدادية. بحث محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد خلال لقائه سفير اندونيسيا لدى اليمن واجد فوزي مجالات التعاون المتبادل في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والثقافية، واستعرض اللقاء ما تتميز به محافظة عدن من تنوع كبير في المجالات الاستثمارية والسياحية والأنشطة التجارية والخطط المستقبلية لتطوير المحافظة في مختلف المجالات. وفي اللقاء رحب المحافظ بالاستثمارات الاندونيسية في محافظة عدن عامة والمنطقة الحرة خاصة، مشيرا إلى أن التسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب. من جانبه أعرب السفير الاندونيسي عن إعجابه بما تشهده اليمن عامة ومحافظة عدن على وجه الخصوص من تطور في مختلف الجوانب والقطاعات الاقتصادية، وكذا ما قدمه اليمنيون من نموذج يجسد روح التوافق في مواصلة العمل الوطني نحو بناء الدولة الحديثة. كرم بيت الثقافة العدني والمكتبة الوطنية عميد المسرح اليمني فيصل بحصو في قاعة الأديب حسين باصديق على هامش اليوم العالمي للمسرح الذي أقيم في المكتبة الوطنية بعدن. وفي حفل التكريم تم عرض سكتش مسرحي وفيلم توثيقي يحكي تجربة بحثه في العمل المسرحي طيلة العقود الماضية. حضر الحفل جمع من المسرحيين والإعلاميين. في اليوم العالمي للمسرح تحتفل مدينة عدن بمرور 110 سنوات على ظهور أول مسرح فيها. التقرير التالي يسلط الضوء على وضع المسرح اليوم في عدن، نتابع. منذ 110 سنوات شهدت مدينة عدن ريادة في العمل المسرحي في الجزيرة والخليج، وذلك عند دخول أول فرقة هندية إليها بقيادة جملة شاه، وقد قدمت جملة من العروض المسرحية حينها. كما شهدت المحافظة ازدهارا للفرق الشعبية التي بدأت تنافس وتناضل بقوة للتأكيد على مكانة المدينة وريادتها التاريخية. عدن عرفت المسرح في عام 1904، وفي هذا العام 2014 يصادف الذكرى 110 لظهور المسرح في عدن، وللأسف الشديد عدن لا يوجد فيها مسرح. هنا المفارقة، هنا نقول هزلت من عدن التي عرفت المسرح في عام 1904 عندما جاءت أول فرقة هندية إلى عدن بقيادة جملة شاه وقدم عروضا مسرحية في عام 1904. يحتفل المسرحيون اليمنيون في 27 من مارس من كل عام بهذه المناسبة العالمية، غير أن واقع الحركة المسرحية على مستوى محافظة عدن بل واليمن عموما نتيجة للوضع السياسي القائم الذي تمر فيه البلاد في أسوأ حالاتها، بل تكاد تختفي الأعمال المسرحية في الآونة الأخيرة. نحن نعاني في داخل البلد هذه أزمة ثقافة وأزمة مثقفين، وأحمل المسؤولية الكاملة في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا السلطة والدولة، وأحمل الأخ وزير الثقافة كل انهيار حصل وحاصل في مسرحنا في اليمن. غياب الوعي الثقافي لدى المسؤولين هو الذي جعل المسرح في هذه الحالة من التردي المزري والمخجل. واقع الحركة المسرحية عموما في عدن تكاد تكون موسمية في أيام الأعياد وبعض المناسبات الوطنية، حيث تعرض بعض الأعمال المسرحية
لمسرحيين شباب تمثيلا واخراجا. خرم الاوزون ده خرم النخرة، خرم الاوزون فوق. معهد جميل غانم للفنون الجميلة بعدن، مثل رافدا للحركة المسرحية في الوطن، حيث تخرج منه جملة من المسرحيين الكبار والمعروفين في ساحة العمل المسرحي. المعهد رفد الساحة الفنية بالعديد والعديد من الأسماء الفنية في جميع المجالات، من موسيقى ومسرح وفنون تشكيلية. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، كثير من نجومنا الفنانين الكبار الآن اللي هم موجودين في الساحة، الأستاذ قاسم عمر، الأستاذ أحمد عبد الله حسين، مع حفظ الألقاب نبيل حزام، جميل يريمي، منصور أغبري، ذكرى علي أحمد، نرجس عباد، إنصاف علوي، عبد الناصر السعدي، الدكتور عبد السلام عامر، أبو بكر مرنح، عمر مكرم، وأعداد كبيرة جدا. هذا يدل على أن المعهد لعب دوره ولا زال. 110 سنوات من ظهور المسرح في محافظة عدن، ولم تجد فيها أي خشبة للمسرح بعد أن تم القضاء على العديد من قاعات العروض المسرحية في عهد النظام السابق، لكن هناك بارق أمل يراه مسرحي عدن مع بزوغ الدولة المدنية المنشودة التي ستعيد المجد لعدن واليمن عموما على كل الصعد. يوم بعد آخر يزداد الوضع المعيشي في قطاع غزة تأزما نتيجة الحصار المفروض على سكان القطاع من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ومن قبل قوات الانقلاب في مصر. مراسلنا في غزة محمد سلامة والتفاصيل. تحت وطأة همومهم المتراكمة جراء الحصار يعيش الفلسطينيون، تشغلهم أزماتهم الاقتصادية والسياسية تارة، والتهديد الذي يواجهونه على يد الاحتلال تارة أخرى. آخر هذه الهموم حريق التهم حياة طفلتين جراء تواصل انقطاع التيار الكهربائي. قاعدين بنموت موت بطيء، احنا بنموت موت بطيء، الواحد بيمشي في الشارع وبحاتي في حاله قاعد، يعني قربت الناس تنجن غير الناس اللي بموتوا قاعدين. حتى لو مات كل الشعب في غزة مش حيفك الحصار، ولا اجتماع الدول العربية ولا القمة ولا أي حاجة حيسوي لنا حاجة إذا إحنا ما تكتفناش وتحركنا تحرك كنا مع بعض. يعتقد الفلسطينيون أنهم يدفعون فاتورة الخلافات المصرية الداخلية جراء تغيير نظام الحكم هناك، على الرغم من أن حركة حماس الممتدة أيديولوجيا لجماعة الإخوان طالبت أكثر من مرة بتحييد القطاع وسكانه أتون الخلافات المصرية. ثم يتذرعون بالتدخل في شؤونهم. طيب ما ذنب الأطفال المريض الذي يريد أن يخرج ليتعالج؟ ما ذنبه؟ هل يتدخل في الشأن الداخلي المصري؟ وبالتالي يعني الذرائع التي يقدمونها لاستمرار حصارهم والخطوات الأخيرة التي قاموا بها من تدمير الأنفاق التي كانت تمثل شريانا واستطاع الشعب الفلسطيني أن يجد بديلا. فمنذ ما يزيد عن 50 يوما تواصل السلطات المصرية تشديد الخناق على سكان القطاع بإغلاق معبر رفح أمام المسافرين وتدمير الأنفاق الأرضية التي كانت تمد غزة بالوقود والمواد الأساسية. وضع البلد صعب، حتى الخضروات والفواكه كلها غالية. يعني طبعا الوضع صعب من الحصار اللي محاصر في غزة، طبعا من قبل أول شيء هو الاحتلال الإسرائيلي. وأمام هذه المعاناة لم يبقى أمام الفلسطينيين سبيل سوى التعلق بمعبر كرم أبو سالم التجاري الذي يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي لإدخال ما يحتاجونه من أساسيات وكهرباء. ينظر الفلسطينيون إلى حالهم على أنه الأسوأ منذ سنين، حتى ذهب البعض منهم ليتندر بالقول إن الحالة الفلسطينية تشبه تلك الهرة مع فارق التشبيه التي حبستها امرأة، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. محمد سلامة لقناة سهيل الفضائية، غزة، فلسطين. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الحرية بعدن يدعو لتسريع عملية استرداد الأموال المنهوبة. غزة تشكو ظلم الحصار المزدوج وتواصل صمودها في وجه قوات الاحتلال.
ختام النشرة أجمل الأمان القلبية مني ومن فريق العمل. شكرا لكم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.